السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في وصفه جديده واقتراح جديد. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. وصفتنا لليوم غنصايب معكم واحد الكيك كيجي رائع جدا، يمكن ايضا نقدمه كتحليه في رمضان، كيجي بنين بزاف. واحد التجانس ديال النكهات اللي درت في هذا الكيك كيخليه رائع ومميز. بقاو مع الفيديو باش تعرفوا الطريقه والمقادير. اذا بسم الله على بركه الله نبداو في تحضير الوصفه ديالنا. اول حاجه غناخذ هنا واحد المول اللي غنصايب فيه اول طبقه اللي هي طبقه الكيك. غندير فيها شويه ديال الزيت، ممكن ديروا كذلك الزبده، وغندهن به قعر ديال هذا البول والجنبات غير شي شويه، وغنرش عليه الدقيق على هذا الشكل. من بعد ما رشيت عليه الدقيق غنزول الاداه الزائد اولا الفائض ونخليه على جنب باش نبداو في تحضير هذا الكيك. هذا الكيك اللي غنصايب معكم كيجي مميز ومخالف على الكيك العاديين. اول حاجه غناخذ هنايا واحد البيضه، بطبيعه الحال تكون بحاره المطبخ، كذلك كيس ديال سكر فانيليا، ولكن ممكن تعوضوه بقشور الليمون اولا البرتقال، قبيصه ديال الملح باش نعدل الذوق، 3 ملاعق ديال السكر، حبيبات. غناخذ المكونات غير بالطراب اليدوي حتى كنذوبوا السكر، ما نحتاجوش نهائيا الطراب الكهربائي اولا الخلاط الكهربائي. من بعد غنضيف في هذه المرحله 3 ملاعق ديال الزيت و 3 ملاعق ديال الحليب. وكما كتشوفوا هنا خديت واحد العلبه ديال نصف لتر، غناخذ منها 3 ملاعق باش نصايب بهم الكيك، والبقيه غنحتفظ به باش نصايب به الكريمه. كنخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا، وغنضيفوا في هاد المرحله النواشف. كذلك غنحتاج 3 ملاعق ديال الدقيق، لكن انا غنضيف دقيق تدريجيا، غنضيف له 2 ملاعق حتى كنخلطوا مع بقيه المكونات، ومن بعد غنضيف الملعقه الثالثه والاخيره. بعد ما حصلت على هذا القوام، راه كيجي القوام ديال هذا الكيك خفيف شويه، ومن بعد غنضيف خميره كيماويه. غناخذ واحد الكيس ديال 8 غرام، ما غنستعملوش كامل، غنستعمل فقط نصف ملعقه صغيره، وغنضيفها على الخليط ونخلطها مزيان. بالنسبه لهنا الخميره الكيماويه كنخليها حتى كنخر باش كيبقى المفعول ديالها، وكتعطينا نتيجه اللي هي مزيانه. صافي غنصب هذا الكيك او هذا الخليط عفوا في المول، وغنوزعو مزيان مزيان على هاد المول باش نحصل على طبقة اللي هي متساوية وسطح اللي هو متساوي. بالنسبة لطريقة الطياب، راه البنات كأي كيك يعني كنسخن الفران هو الأول قبل بداية أولا قبل ما نخلط الكيك، وكندخلو الفران على درجة 180 دوغري سيلسيوس، هي كتبقى النار غير من التحت فقط حتى كيطيب من التحت وكنشعل الفوق. هنا ضفت واحد الإضافة كيخلي هاد الكيك مميز، هو كاوكاو مهرمش ومحمر، ممكن تعوضوه باللوز ولا اي مكسرات، صراحه كيعطي واحد البنه اللي هي واعره. ونخليو الكيك ديالنا يطيب. بالنسبه للكريمه غناخذ داك نصف لتر، داكشي اللي بقى ليا من نصف لتر عفوا، هو اللي غنصايب به الكريمه. غندير في واحد الكاسرول، ومن بعد غندير 3 المعالق ديال السكر، 3 ملاعق ديال النشا، اولا ممكن تعوضوه بودره كريم باتيسيا، اولا ممكن ايضا تستعملوا دقيق ابيض، ولكن يكون من نوعيه جيده باش تحصلوا على النتيجه اللي هي مزيانه. كذلك كيس سكر الفانيليا، ممكن تعوضوه بقشور الليمون او البرتقال، المهم الكهو الكريمه ديالكم باش يعني باش ما بغيتوا. بطبيعه الحال طريقه الطياب راه كما متعودين، وكنخلطوا المكونات كاملين على البارد ونضعوا فوق نار اللي تكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى كنحصلوا على هذا القوام، ومفوق يعني وسط منه كيطلعوا الفقاعات، كتكون الكريمه ديالنا جاهزه. هنا مشى لي واحد المقطع، هو انا الكريمه مرمعه زولتها من فوق النار مباشره، ضفت ليها 6 مربعات ديال الشوكولاته بيضاء وخلطتها معهم. هذيك الاضافه غير اختياريه فقط. هنا كندير الكريمه من فوق الطبقه ديال الكيك، وكنحاول نوزعها بشكل اللي هو متساوي، وكنضرب بالمول على سطح العمل باش نحصل على سطح اللي هو مقاد. ندوزو لاخر طبقه اللي هي طبقه الكراميل، كتجي مميزه بزاف وواعره، ممكن تستعملوها في التحليات كذلك. اول حاجه غنستعمل كاس الا ربع ديال السكر حبيبات، غنوضعو في واحد المقلاه، وكذلك يعني بالموازاه مع هادشي غناخد واحد الملعقه كبيره ديال النشا، غنضيفها على 40 مللتر ديال الماء، اي ما يعادل ربع كاس ديال الماء عادي ديال الصنبور. كنخلطهم مزيان وكنخليهم على جنب، وندوزو باش نذوبو السكر. بالنسبه لطريقه تذويب السكر فهي سهله، تبعوا هاد النصائح باش ننجح معكم.
هنا كما كتشوفوا السكر ديالنا راه كندوبوه على شكل حركات دائريه، ما كنستعملوش لا ملعقه خشبيه لا ملعقه معدنيه في هذه المرحله. والنار تكون مهيله، هذه اهم حاجه، النار تكون مهيله باش ما يتحرقش لكم السكر. فاش كيبان لينا يعني تقريبا السكر 90% ديالو داب، هنا ممكن انا نستعملوا ملعقه خشبيه باش كنحاولوا نسرعوا عمليه التذويب ديالو. بعد ما داب غنضيف هذه المرحله كاس الا ربع ديال الماء مغلي، يعني ماء يكون سخون مزيان. وبطبيعه الحال لحظه فاش غنضيف الماء حاولوا تزولوا وجهكم تحيدوا باش ما تحرقوش بداك الماء او عفوا داك البخار اللي كيطلع من الكراميل، راه كيكون سخون بزاف. كما كتشوفون بعد ما ضفنا الماء راه كيعاود هذاك السكر كيتحجر من جديد، ما تخلعوا ما والو، راه الصلصه ديالكم راه ناجحه. هو راه عادي توقع هاد يعني وقع هاد الشيء ولا يتحجر السكر من جديد، غير استمروا في التحريك من جديد على نار دائما تكون مهيله حتى كيذوب كامل. هنا غنضيفوا ديك المعلقه ديال النشا اللي كنا خلطناها مع 4 كاس ديال الماء، وكنبداو نحركوا هاد الصلصه ديالنا حتى كنحصلوا على هاد الشكل. صلصه صراحه صلصه اللي كتجي واعره بزاف، ممكن تستعملوها في بزاف ديال الوصفات منهم كذلك التحليات، يعني كيجي الشكل ديالها شفاف ولذيذه كذلك في نفس الوقت. كنضيفوها على طبقه ديال الكريمه وكنحاول نوزعها بشكل متساوي. هالطبقه ديال الكراميل ما كتجيش قاصحه وجامده بحال الطبقه، يعني ما كتجيش شاده في راسها بحال الطبقه ديال الكريمه، كتبقى شويه كريميه واخا تبقى يعني نخليوها في الثلاجه مده طويله. هنا غنحاول نقطع معكم باش نوريكم كيفاش كتجي من الداخل. انا ما دخلتهاش نهائيا للثلاجه لانه خفت الضوء يمشي، وبغيت نوريكم النتيجه وتشوفوها مزيان. بالنسبه للتزيين انا غنستعمل شويه ديال الكاوكاو مهرمش ومحمر، ممكن تستعملوه كذلك اللوز او لا الكوك او لا اي حاجه مهمه البنات، ولا ممكن كاع ما تزينوها تقدموها هكاك حيت كتجي لذيذه بزاف. هذا هو الشكل ديالها، كتجي صراحه رائعه جدا وبنينه. وصراحه داك المذاق ديال الكراميل مع المذاق ديال الكاوكاو ولا الفول ولا الفول السوداني كيتوازوا مع بعضياتهم، صراحه كيجيو زوينين زوينين بزاف. ونتمنى هذا الكيك تجربوه حيت كيجي واعر، وكذلك ممكن تقدموه كذلك كتحليه في رمضان. وإلا عجبكم بحال هاد الوصفات خليهم ليا في التعليق، ان شاء الله نقدم لكم المزيد من هاد النوع ديال الكيكات لانهم كيجيو ساهلين بزاف وفي نفس الوقت ماشي مكلفين لا في الوقت لا في الجهد لا في المال. هنا غنحاول نوريكم كذلك قطعه اخرى باش تشوفوها عن قرب كيفاش كتجي. وهنا وصلت النهايه ديال الفيديو، ما تنساونيش من لايكات الى عجبتكم الوصفه، والى مازال ما مشتركين اشتركوا في القناه وخليوا لي شي تعليق زوين، وخليكم الى فيديو والى وصفه قادمه ان شاء الله.